حيكم حي بني باكم على الهوى حنا معاكم فلكم ناموسي يلي تطربونا في لقاكم ها هم نجوم الشلة في الميدان بصوات تطرب خافق الوجدان يا مرحبا بنجومنا الشبان تحية يلهم وقدروا شاني شلاتي والحان وقصايد وسلوبها لا نقتدي به في البادي يطبع عوايد موروثنا وحنا اعتني به هذا البرنامج يأتيكم برعاية مضياف للتمور فخر الضيافة العمانية وتبغي لضيفك شي راقي مضياف بفخر الضيافة انتاجهم حلو المذاقي بشكال وانواع ونظافة مضياف أكبر صالة عرض للتمور والحلوى العمانية مع ألذ أنواع الشوكولاتة البلجيكية والقهوة والمكسرات بتشكيلات رائعة تفتخرون بها في ضيافتكم موقعهم مسقط مرتفعات غلا غرب إشارات المستشفى السلطاني بجانب عمان تل والبيتزا هوت هاتف 97354444 زوروهم على موقعهم في التواصل الاجتماعي إنستغرام والفيسبوك وتويتر مضياف 2 MEDYAF 2 مضياف فخر الضيافة العمانية بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام ويا هلا ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فالك الناموس. فالك الناموس والناموس لا زال في انتظار أحد هؤلاء النجوم اللي يتنافسون عليه بإذن الله تعالى هنا خلال حلقاتنا في هذه المسابقة مسابقة نجم الشلة اللي اليوم راح نسمع بإذن الله تعالى أيضا فيها أصوات جديدة. الإعداد والتقديم راح يكون معاكم سالم البدوي ويصاحبني زميلي المبدع عابدين البلوشي. زعلان خير اللي على ما يكلمني يا سامعين يا سامعين قولوا زعلان خير اللي على بين وايا صلاة
ذوقي وسمني يا سامعي قولوا ما يهود ويا يهود لا يشتاق وي عاني يا سامعي قولوا وانا شهدي ان النواه والبعد عاد لمني يا سامعي قولوا اهلي وسوي والغمع إذن استهلالة طيبة بإذن الله تعالى مستمعينا اليوم في حلقتنا من برنامج فالك الناموس مسابقة نجم الشلة. طبعا نذكر أن الأسبوع الماضي الحلقة الماضية كان معانا متنافسين اثنين اللي هو عبد الله العيسائي وحصل على علامة 64% من لجنة الحكم، وكذلك صارخ الصارخي حصل على 57% من لجنة الحكم. الآن باقي أنتم مستمعينا ومددنا التصويت إلى الساعة 9 بإذن الله تعالى، راح يتوقف التصويت. إذن كونوا معاهم، ساعدوهم، هم ينتظرون مساعدتكم. الآن إحنا في نهاية الحلقة بإذن الله تعالى راح نعلن من هو فيهم اللي تأهل ومن هو فيهم اللي غادر المسابقة ولكن ما غادر قلوبنا. طيب طبعا المسابقة نحن تكلمنا عن سيرها في الأسبوع الماضي والمراحل اللي يمرون فيها المتنافسين، اللي هي أولا بيقولون شلة من اختيارهم، هذه لكسر حاجز الربكة. المرحلة الثانية راح يقولون شلة إلزامية من موروث البادية، تغرود أو طارق أو همبل أو ونة، علشان نرسخ فنون الموروث البادية في الشباب هذولا. المرحلة الثالثة هي شلة المسابقة الرئيسية، واللي اتفقنا على أنهم يتعاملون مع أي شاعر عماني، يأخذون منه قصيدة بسبعة أبيات ويطلعوا لها لحن جميل وكذلك أبيات جميلة ونسمعها لأول مرة حصريا هنا في فالك الناموس. المرحلة الرابعة شلة من الألحان القديمة لشيابنا، أو شلة المرحوم أبو علي، عاد هذا من اختيارهم، هم يسمعون شيء قديم علشان لازم نتعايش مع موروثنا. المرحلة الخامسة لحن ارتجالي، راح نعطيهم أبيات والأبيات هذه نعطيهم إياها على الهواء، إلى الآن ما يعرفون شيء عنها، بقراها على الهواء، بسلمهم أوراق، راح يظهرون اللحن لها فقط في فاصل ناخذ مكالمة، هم بعدها نسمع ألحانهم. المرحلة الأخيرة السادسة هي ردحة مشتركة ما بينهم من الردحات القديمة، يشلونها الشليلة مع بعض، يعني استلام وتسليم، هذه كانت من اللي هي شلات القديمة لشيابنا ونحب نحييها هنا في فالك الناموس. إذن هكذا المراحل، ولجنة الحكم نوجه لهم كل التحية والتقدير اللي قاعدين يتابعون المسابقة وهم قاعدين الآن بأوراقهم وقاعدين ينتظرون ويقيمون. هنا عندنا الباحث والقاص في الموروث الشعبي الأستاذ عبد الله بن حمد الوهيبي، وعندنا كذلك الشاعر الجميل سعيد بن عبد الله المشرفي، وأسطورة الشلة نسميه حقيقة سالم بن علي لوشاحي. هذولا هم لجنة التحكيم اللي قاعدين الآن ينتظرون الشليلة ويسمعون أصواتهم ويقيمونها في نهاية هذه الحلقة بإذن الله تعالى. المسابقة ضمنت 12 متسابق وهذا تكلمنا عنها، وراح يتلاقون في خلال هذه الثلاثة أشهر بإذن الله. جوائزنا طبعا مثل ما سمعتم مقدمة من مضياف للتمور والحلوى العمانية والقهوة والمكسرات وأنواع الحلويات، فخر الضيافة العمانية، موقعهم الغبرة، غرب إشارات المستشفى السلطاني، وكل الشكر والتقدير لصاحب مؤسسة مضياف الأخ سالم الخروصي. بالإضافة هم قدموا للنجم 3000 ريال ويستاهل.
تسلم. والثاني قدموا له 1500 ريال يستاهل، والثالث راح ياخذ 500 ريال. هذا هم ثلاثة النجوم اللي راح يتأهلون معنا في المرحلة الأخيرة وراح ياخذون هذه الجوائز، بالإضافة إلى شركة أمواج الباطنة، أو آسف اللي هو استوديو نوتة للأستاذ كامل البلوشي، راح يسجل للنجم ألبوم كامل للشلات. شركة أمواج الباطنة راح تتكفل بهذا الألبوم طبع وتسويق في الخليج وعمان. كذلك مؤسسة زوم للإنتاج الفني راح تصور شلة للنجم. شكرا أيضا للأستاذ المخرج بدر المعشري. كذلك هناك دروع لجميع المتسابقين ولجنة الحكم مقدمة من الفنان الرائع الفنان الجميل خالد الفيصلي، كل الشكر لك يا أبو فيصل. متابعة أسبوعية كذلك للمسابقة من قبل جريدة الشبيبة كرعاية إعلامية، راح تحصلون صور المتسابقين في كل أسبوع للتعرف عليهم وعلى المسابقة، وكذلك المتأهل من الحلقة الماضية. كل الشكر للإعلامي الجميل سعيد الهنداسي، وأيضا كذلك مجلة البرزة التي تصدر من الشبيبة كل أربعة راح تتناول موضوع المسابقة. شكرا جزيلا لجريدة الشبيبة. وكذلك الحلقات راح تنزل على اليوتيوب أسبوعيا، يتولى هذا الجانب الزميل الرائع جمعة المخمري. كل الشكر لك يا أبو جابر، وهذا الدعم من الأخوة والتفاعل معهم تجاه المسابقة واتجاه الشليلة يشكرون عليه، بارك الله فيكم جميعا. يعطيك العافية يا عابدين، وتفاعلك أنت دائما هكذا مع الشباب يعني يعطيهم، هم يتنومسون معك يا عابدين، بارك الله فيك أخويا. اليوم عندي في المواجهة محمد بن سعيد بن خميس البادي، لقبه العرافي. إذن حياك محمد البادي العرافي، يعطيك العافية محمد. الله يعافيك أستاذ سالم، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أول شيء أحب أمسي عليك وأمسي على أخوي الشليل عبد الله النجيدي، وأحب أوجه كلمة شكر على القائمين على هذا البرنامج الجميل، نعم، والداعمين، نعم، وحب أوجه بعد كلمة شكر على اللجنة، نعم، وإن شاء الله بنحاول اليوم نقدم الشيء الجميل ونرضي المستمعين. بارك الله فيك يا محمد، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك التوفيق اليوم. وكذلك في الجهة المقابلة عندنا عبد الله بن حمد بن راشد نجيدي، حياك يا عبد الله. الله يعطيك العافية. وصول مبارك. الله يعطيك العافية. كيف جاهز عبد الله؟ الحمد لله. قرب شوي على. في البداية مسي على المستمعين. نعم. وأشكر موصول لك أخوي سالم. الله يبارك فيك أخوي. وعلى من قام بنجاح هذا البرنامج الرائع والأكثر من رائع. تسلم تسلم يا عبد الله. شكر موصول أيضا للمخرج. عابدين يعطيك العافية كذلك، شكرا جزيلا. اليوم نحن في مواجهة حاسمة بينكم انتوا الاثنين، وأيضا صارخ وسلطان في انتظار على نار راح يعرفون اليوم النتيجة في نهاية الحلقة إن شاء الله. زين، احنا أخذنا كثير في الكلام، ندخل في موضوع المسابقة. والبداية قلنا شلات من اختيار الشليلة لكسر حاجز الربكة والتردد. نبدأ مع من محمد ولا عبد الله؟ محمد حسب الأبجدي. يلا بسم الله. يلا. اليوم كل غرام ترى. روح يا أبوي العالم تبغى تسمع الغرام. في قصيدة من كلمات الشاعر سيف أحمد الكعبي أوجه له تحية. يستحق. يقول أين ما سمت بسم الله أطرحتني صيحتي شينة، عذبتني يا عباد الله وعذابي من لحظينة. عين ما سمت باسم الله أطرحتني وطيحتي شينة، عذبتني يا عباد الله وعذابي
لاح وعينا ما رحمنا ما يخاف الله شل قلبي راحت ايدينا قلتها الله رفها الله لا تشطل قلب ودهنا انت بلوى من بلاها الله والابتلاء بك الله يعينا انت حور من جنان الله انت دانا مغلفها بزينا عين ما سمت بسم الله طرحتني وطلعت شينا السؤال. يا سلام يا سلام عليك يا محمد. اطرحتني وطيحتي شينا لا شان الله معانيك يا محمد. بارك الله فيك. ونسمع الآن الجيدي عبد الله. لكن قبل لا تقول يا عبد الله نذكر بس المستمعين باللي حاب يتواصل معانا أرقامنا 2469811 هذا نستقبل عليه مكالماتكم 2469811 واللي حاب يرسل لنا رسالة صوتية نقول له على 90456 90456. بارك الله فيك يا عبدين وبارك الله في جميع المستمعين. وعبد الله نجيدي يلا عبد الله نسمع وش محضر. جميل. تقول ما كنت أفكر يوم يا زين أنك بتنسى الود اللي هات ويان اللي فيها مودين والحب والراحة والأهات. يا سلام. وتبغي لضيفك شي راقي مضيافي بفخر الضيافة انتاجهم حلو المذاقي بشكالي وانواع ونظافة مضياف أكبر صالة عرض للتمور والحلوى العمانية مع ألذ أنواع الشوكولاتة البلجيكية والقهوة والمكسرات بتشكيلات رائعة تفتخرون بها في ضيافتكم. موقعهم مسقط مرتفعات غلا غرب إشارات المستشفى السلطاني بجانب عمانتل والبيتزا هات. هاتف
97354444. زوروهم على موقعهم في التواصل الاجتماعي انستغرام والفيسبوك وتويتر مضياف 2 MEDYAF2 مضياف فخر الضيافة العمانية. عودة من جديد مستمعين الكرام، وسمعنا في البداية سمعنا محمد البادي وقال شلته المفتوحة، وكذلك عبد الله انجيدي. محمد أنت من وين؟ من ضنك. طيب إذن اليوم احنا أيضا كذلك الظاهرة بأكملها نقولها وقفوا مع محمد ولا ما ولا ما تطلب منهم؟ لا اكيد اكيد نوقف معي ان شاء الله. زين كذلك عبد الله من وين عبد الله؟ والله انا من القابل. القابل ما شاء الله شرقيه، اذا كلها جنوب وشمال. اكيد انت الله يعطيك العافيه. اذا من الظاهره محمد البادي، وكذلك من الشرقيه عبد الله انجيدي، ويقولوا لكم نبى تصويتكم. طبعا التصويت راح يكون بعد الحلقة مباشرة. التصويت للأثنين عبد الله النجيدي رقم 3، صوتوا له رقم 3، يعني اكتبوا رقم 3 وارسلوه على 90 2 0 2 0 9 2 0. لا أنا غلطان، 90 290. نعم ارسلوا هكذا وآسف. ما شاء الله عليك يا محمد. طيب من جديد، محمد راح يكون رقم 3، محمد البادي العرافي رقم 3، وعبد الله انجيدي رقم 4 علشان الابجدي. ارسلوا على 90 290 هكذا، 90 290 ارسلوا على هذا، محمد رقم 3 وعبد الله رقم 4. لخبطنا معاهم شويه ماشي، بس نقرا الرسائل وبعدين بناخذ حد من الجيل القديم وبنسمع شيء منهم. يقول مساء الخير، برنامج طيب لكني أرشح أسطورة الشلات. سالم الوشاحي. سالم ما موجود معانا يا بنت الشرقية، وهو في لجنة الحكم، لكن من الشرقية عندنا عبد الله نجيدي. مساء الخير، أشكركم على هذا البرنامج الرائع. أعتقد مثل هذه البرامج اللي يحتاجها المواطن لتعرف على عمق التراث العماني. بلغ سلامي عبد الله النجيدي وفالك الناموس. تحياتي أبو سعود النجيدي. أخيك خليفة بن خلفان الفلاحي. هذا منه خليفة؟ ما قلت شيء أنت خليفة، بس رسلت اسمك. يعطيك ألف عافية على كل. صح صوتك أبو مترف، فالك الناموس من أهالي البريمي. إذا صاروا عندك هالبريمي، أنت أدرك ساكن البريمي ها؟ والله حاليا البريمي ساكن. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، حلو. زين إذا هذه كانت رسائل اللي وصلتنا إلى الآن، ونحن ننتظر رسائلكم على 90 4 5 6 للي حاب يتواصل معنا، 90 4 5 6، واللي حاب يتصل فينا على 2 4 6 9 8 1 5 1. واعتقد ان الاتصال جاهز يا عبدين. زين ناخذ الان سالم البرق، وفي واحد غيره انا بخبركم عنهم، هذول من الجيل القديم اللي ياما سمعتوهم في مجالس الشعراء القديمه عندنا في تلفزيون عمان وفي اذاعه عمان كذلك. يعني أصوات قد سمعتوها كثير، وكانوا يظهروا لكم باستمرار، وكانوا أهم في المجالس الشعرية. واليوم طبعا ظهر الجيل الجديد وأخذ أيضا كذلك مساحته، ولكن يبقى ما غنى عن الأصوات القديمة للمحافظة على موروث البادية. عندنا صوتين اللي تآلفوا دائما وأبدا في فنون البادية، عندنا سالم البرق وزميله سعيد العوفي. حياك الله يا سالم. حياك يا ابو محمد. الله يعطيك العافيه سالم. جميعا سالم، انا ابو حميد. نعم ابو حميد، انا ابو حميد. نعم الله يعطيك العافيه سالم.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. زين وش حال العوفي؟ بخير في نعمة الله، هو ده بعداري. يا سلام عليكم، هات نكلمة إن شاء الله. مرحبا سالم، ايش حالك؟ ايش حالك العوفي؟ طيب الحمد لله وانت بخير. الله يسلمك ويسعدك يا رب. ماشي علوم الاخبار؟ ماشي غير الخير الا من صوبكم. ماشي غير علوم الخير والسهاله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم جميعا. الله يبارك فيكم. يا مرحبا يا وينه سالم؟ طيب طال عمرك. زين سالم، الحين طبعا هذول الشباب اللي دائما ما يتعلمون فنون البادية إلا منكم أنتوا اللي سبقتوهم، اليوم أعتقد بتقدمون لنا ردحة، ردحة مشتركة بين طارق طارق مشترك ما بين سالم البرق وسعيد العوفي. يلا يلا نبتدي. نعم ابدو. مديت يا ابن معشمالي وانفرت يا من في العراقي، مديت يا ابن معشمالي وانفرت يا من في العراقي، مديت يا ابن معشمالي وانفرت من في العراقي، جيب مديت يا ابن معشمالي وانظرت لي من بالعراقيب، يا ريم الايا وتدرب حالي معذب ايا وان القلب تغريب، يا ريم الايا وتدرب حالي ومعذب ايا وان القلب حد حم
يا شزع فرعوني والخدك والخشمك يا نفر قفوهيم ذاشرا يا شزع فرعوني والخشمك يا نفر قفوهيم خد شرا الزفرايني والخشم بعيد بالنظم غيب هالنشرة يا الزفرايني والخشم جاي سوالف نرجع. يعطيكم العافيه سالم وسعيد، بارك الله فيكم على الطارق الجميل، ويعطيكم الف عافيه سالم. أنا وياك شكرا شكرا، بارك الله فيكم، أحسنتوا. بالعفو يا أبو حميد. الله يحييكم الله يحييكم. زين طيب نرجع من جديد إلى المتسابقين معانا، وبرنامجنا برعاية مضياف للتمور فخر الضيافة العمانية. وتبغي لضيفك شي راقي مضيافي بفخر الضيافة، انتاجهم حلو المذاقي بشكال وانواع ونظافة. مضياف اكبر صالة عرض للتمور والحلوى العمانية مع ألذ انواع الشوكولاتة البلجيكية والقهوة والمكسرات بتشكيلات رائعة تفتخرون بها في ضيافتكم. موقعهم مسقط مرتفعات غلا غرب إشارات المستشفى السلطاني بجانب عمان تلو البيتزا هوت، هاتف 97354444. زوروهم على موقعهم في التواصل الاجتماعي انستغرام والفيسبوك وتويتر مضياف 2 MEDYAF2. مضياف فخر الضيافة العمانية. من جديد لكم مستمعينا وللمتسابقين معاي هنا في فالك الناموس اليوم، محمد البادي العرافي وعبد الله أنجيدي، إذن من الظاهرة ومن الشرقية وكل أحباهم يصوتون لهم. نسمع الآن فنون البادية من الأثنين. إيش جهزوا لنا عندك يا محمد؟ ما أدري وش مجهز. وش مجهز؟ والله مجهز طارق ان شاء الله. فن طارق. نعم. سمعنا طارق مشترك قبل شوي بينهم. نعم. زين نسمع طارق يا محمد. هتزغرفي يا سدرة البيت وتمايل يعدن على عود هيهب بي فروع المثابيت وغصون ورق وعقود والعود لي حلو المناعيت رويان متعلي ومقلود والفوع في وصفات عيت وصفات عيت وصف الأورود طلب شفاك بين المنابيت وتفوح من بنة العود بالمنظر الرعي اعتباهت الله يزيد الحسن زود بعض الشيار فيها استخصيت رونق علي الوصف
مفنود في ظله البرد تدريت يوم اقبل الايام بسعود من قلبي المشتاق غنيت على الطريب وانداعب النود. والسؤال بارك الله فيك، بارك الله فيك يا محمد البادي العرافي، أديت فن الطارق. نعم. ونتمنى إن شاء الله كذا يكون جميع فنون البادية موجودة في راسك بلحانها كذا. طيب نتحول الى عبد الله نجيدي. عبد الله، عبد الله انت وش من فنون البادي محضر؟ انا محضر ابيات بسيطه من كلماتي. نعم. اللي هي ونه. جميل جميل، نسمع الونه. طير البطايا فالي يحتال شفت غروب، يا سلام شله سلامي الغالي روح اباكي نوب. الله الله. توصل حسين قبالي غض الصباغ اشوب، يا سلام له مبسم قتالي واذا نطق باسلوب عوده حلو ميالي هو غايه المطلوب، يا سلام كانه نواب قتالي ولا شيء فعلته نوب. الله عليك، نسمع الونه. يا السلام عليكم، يا السلام، يا السلام يا عبد الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذن جميل، سمعنا من محمد البادي الطارق من فنون البادية، وسمعنا من عبد الله نجيدي فن الونة. جميل جدا أداءكم الاثنين في فنون البادية، بارك الله فيكم. مستمعينا تصويتكم لمحمد البادي رقم 3 سجلوه وارسلوه على 90290، يعني 90290. وللي يرشح عبد الله نجيدي يسوي الرقم 4 في رسالة نصية ويرسلها على 90290. وبارك الله فيكم جميع ويستاهلون النواميس. طيب طبعا التصويت لازال باقي عليه 20 دقيقة،
وبيخلص التصويت يتوقف، ومن ثم نهاية الحلقة نعلن من اللي تأهل من سلطان العسائي وصارخ الصارخي إلى المرحلة الثانية. نقرأ الرسائل اللي وصلتنا. كذلك يقول سلامي لعبد الله هنجيدي وفاله الناموس وأهل وادي نام كلهم معك. صح صوتك بو مترف، فالك الناموس من بو محمد العرافي. محمد هذا لك، أتمنى لكم التوفيق العرافي ونجيدي وإلى الأمام إن شاء الله. أخوكم مانع الوهيبي. سلامي لعبد الله نجيدي وفاله الناموس هل وادي نام كلهم معك. تحياتي أبو نايف حميد السليمي. السلام عليكم، تحية لك سالم البدوي. وصراحة الشباب كلهم كفوا، فالهم الناموس بدر ناصر الغنبوصي ويوسف عبد الله السنيدي. بارك الله فيكم أخواني، شكرا. مساء الخير والسرور، مساء نور العيون ونور الشرقية عبد الله نجيدي، وتحياتي لكم جميعا وخاصة حق عبد الله نجم الشرقية والصحراء. أخوكم صلاح المخيني. الشرقية شمال وجنوب، وياك يا نجيدي. فالك الناموس يا المبدع، هذا رقم آخر شيء 7935. أولا أسلم عليكم وأقول أبيات يا الله يا رب يا معبود يا واحد ما له شريك، شريك يساله ما عرفتها. يا خالقي دنيا وهل الجود تمحي علينا سيئاتنا من الجهالة. المهم هذه الأبيات من شعر وقول ود ضبع. أنا سالم رقيشي. تسلم يا سالم، بارك الله فيك أخويا. أبلغ سلامي لعبد الله نجيدي صح لسانك عبد الله محمد المشايخ من جعلان. أشكرك أستاذ سالم على البرنامج اللي يهتم بالموروث العرافي. منور مصبح السيابي، مساكم الله بالخير أخوي سالم والموجودين عندك والمتابعين، سلامي عليكم جميعا. تسلم وبارك الله فيك وفي جميع المستمعين والمتابعين، وكذلك ضيوف اللي موجودين معاي. زين، الحين نحن أخذنا فنون البادية وخلصنا منها المرحلة الثانية هذه، صحيح؟ نعم. أنتوا الآن إلى المرحلة الثالثة بتنتقلون اللي هي الشلة الرئيسية. الشلة الرئيسية تعاملتوا فيها مع شاعر، تعاملت فيها محمد مع شاعر. نعم. من الشاعر؟ والله الشاعر أبو عواد العلوي. أبو عواد العلوي. وش اسمه أبو عواد؟ ها؟ وش اسمه؟ والله هذا حاط لقبة بس كذا أبو عواد العلوي. والله والنعم. طيب ماشي بس. عبد الله نجيدي تعاملت مع من؟ علي السعدي. والنعم. هو أعطاك القصيدة. قصايدكم من 7 أبيات. نعم. زين. وضعتوا لهن لحن أنتوا راضين عليه. يلا نسمع الآن اللي هي الشلة الرئيسية من كل متسابق. عندك يا محمد البادي. يقول الشوق ولع جمرته بخفاقي لين الحزن خيم وصدر يضاقي. الشوق متلف والبعد ذابحني ذبح الصويب العين بالعشاقي. الشوق ولع جمرته بخفاقي لين الحزن خيم وصدر ضاقي. الشوق متلف والبعد ذبحني ذبحت صويب العين بالعشاقي. يا عين وش بك تسهرين وتبكين وحيك يسيل الحسن وسط اوراقي. سلك حروف المرهفات الحسي وديانه هللها من نور شراقي. وانتي شروقي يستحي للمغرب يفرض حضوره ويلفت الاحداقي.
صبحي يا ماني والاماني انتي وانتي الا من لو في سنين باقي لان العمر ما هو ملك بيداني يا العمر لك يا ربي يا خلاقي الشوق ولع جمرته بخفاقي لان الحزن خيم وصدري ضاقي والسوالم. يا سلام يا سلام عليك يا محمد، يعطيك العافية يعطيك العافية يا البادي على الأداء الجميل، إحساس دافي كذا يا محمد أنت تقوله، شلة جميلة وكلمات حلوة ولحن رائع، بارك الله فيك يا محمد. طيب نسمع الآن عبد الله هنجيدي، وش مجهز يا عبد الله من كلام ولحن؟ نسمع كلمات الشاعر علي السعدي. بلى. لو تضيق الأرض ويضيق الفضاء ما تضيق عروب من بعدك نظر، الأمل يرسم على النفس الرضا ويكبر قلوب بواقعها هوى. السلام. لو تضيق الأرض ويضيق الفضاء بارك الله فيك بارك الله فيك يا عبد الله هنجيدي ومحمد البادي، شكرا جزيلا لكم على أدائكم الرائع وعلى اختياركم للكلام، ويبقى الرأي للجنة الحكم، وهذا البرنامج برعاية مضياف. وتبغي لضيفك شي راقي مضياف بفخر الضيافة، انتاجهم حلو المذاقي بشكال وانواع ونظافة. مضياف اكبر صالة عرض للتمور والحلوى العمانية مع ألذ انواع الشوكولاتة البلجيكية والقهوة والمكسرات بتشكيلات رائعة تفتخرون بها في ضيافتكم. موقعهم مسقط مرتفعات غلا غرب إشارات المستشفى السلطاني بجانب عمان تل والبيتزا هوت، هاتف 97354444. زوروهم على موقعهم في التواصل الاجتماعي انستغرام والفيسبوك وتويتر مضياف 2 MEDYAF2. مضياف فخر الضيافة العمانية.
عودة من جديد لكم مستمعينا، ونذكر بجوائز المتسابقين. الفائز الأول راح يحصل على 3000 ريال، والفائز الثاني 1500 ريال، والفائز الثالث راح يحصل على 500 ريال، وفالهم الناموس جميعا. يقول أشكرك أستاذ سالم على البرنامج اللي يهتم بالموروث العرافي، منور ومصبح من مصبح السيابي. بصراحة برنامج مشوق، يعطيك العافية. أشكر الضيفين عبد الله ومحمد، يعطيكم الصحة على الأداء الراقي. أخيكم فهد الهاشمي إبراء الشرقية. دام الأسطورة في اللجنة، نبغي شلة من شلاته، ولا أحد من المتسابقين يسمعنا شيء أو حد من المتسابقين يسمعنا شيء من شلاته. بعد حي الرجال، ما هو موروث. مساء الخير، برنامج أكثر من رائع، تشكر جهودك، موفقين جميعا. خزامة يعطيك العافية. أهل الداخلية معك ينجيدي، وفالك الناموس. بعد الحين كسبت الداخلية أشوفك. أنجيدي فالك الناموس من عيوننا، وشايب الشرق وشباب الشرقية وصور والصحراء كلهم معك، وفالك الطيب. نعم، بالتوفيق للجميع. يشدني صوت العرافي مانع لو شاحي، أبو مترف السعدي. مساء الخير، تحياتي للجميع، مسابقة طيبة، نتمنى الجميع كل التوفيق، بالأخص الشاعر عبد الله نجيدي فاله الناموس أحمد الغنيمي. عرفته. مساكم الله بالخير، منورين. عبد الله فالك الناموس إن شاء الله، تحياتي. فالك الناموس محمد العرافي، أتمنى لك التوفيق. أخوك سعيد تومان. والنعم. السلام الله. عليكم، صلى الله بالخير. برنامج الناموس أرشح المتسابق عبد الله نجيدي رقم 4، أخوك أبو عقاب العلوي. مساء الخير، معاكم أخوكم غاصب البادي، ونقول معك يا محمد وفالك الناموس. سلامي من الشرجية لأبو غزلان عبد الله نجيدي وفاله الناموس بإذن الله، وشد الحيل ولد الخالة. ولا تحاتي التصويت محمد نجيدي. مساء الخير جميعا، الناموس لعبد الله نجيدي من أخيكم خليفة الفلاحي. وأقول أيضا هذا غير تقول، أقول فالك الناموس عبد الله وأهل جعلان والشرقية كلهم معك، لي يرد الروح ويحافظ على موروثاتنا وسلامي. طبعا هذه فيها تكميلة بس عاد ما أعرف التكميل. وسلامي على محمد البادي وفاله الناموس. أمسيك بالخير يا أخوي سالم، ومسي على ضيوفك المبدعين، وهذا هو البرنامج وأهل البريمي وياك. أخوك نايف الكلباني. طبعا وياك أنت يعني كفو والله. العرافي مش وياي أنا. أهل الخبة الزمرد، معك يا أخوي عبد الله نجيدي وفالك الناموس. مسعود الحنظلي، فالك الناموس عبد الله نجيدي من عماد السعدي. وصح لسانك وفالك الناموس. قروب شباب العزبة، داود سليمان العلوي رقم 4، يطرونك. صح صوتك بمترف. فالك الناموس من عائلة سالم العرافي، وبارك الله فيهم جميع، وبارك الله في المتسابقين اللي متواجدين معاي هنا. نحن أكملنا الحين من مشوارنا في حلقة اليوم ساعة كاملة، باقي دقائق بس كذا بسيطة ونكمل ساعة، من ثم ننتقل إلى الساعة الثانية اللي عاد يتوقف فيها التصويت بعد دقائق 5 أو 6 كذا. يتوقف التصويت على صارخ وعلى سلطان، ونبدأ بالانتظار في نهاية الحلقة إعلان نتائجهم، وكذلك يبدأ التصويت لمحمد العرافي وعبد الله نجيدي. طيب الآن المرحلة اللي بعد الشلة الرئيسية هي مرحلة طال عمركم اللحن الارتجالي. أنتوا جاهزين لهذا اللحن؟ أكيد. أكيد. إنزين، اللحن الارتجالي طال عمركم. خلنا ناخذ مكالمة كذي، مكالمة إذا عندك مكالمات على أساس اليوم نعطيهم مجال شوية. مرحبا. مرحبا أبو محمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والنور أخوي، هلا بك أبو حميد. مساك الله بالخير. هلا يا أبو محمد، إيش حالك؟ كيف حالك؟ طيب بخير، الله يطول عمرك ويعافيك يا الله. يعافيك.
هلا بك يا ابو محمد، هات صوتك يعني. لمن بيروح يا ريت المستر الاخ عبد الله النجادي. عبد الله النجادي هي شرقيه شرقيه تراها، ها مزال فيها شرقيه شفه يعطيك العافيه يعطيك العافيه ابو محمد، مساك الله بالخير. عبد الله الله يمسيك الخير والنور، نتمنى لك ان شاء الله الناموس ومصوتين لك وكلمة الشرقيه عندك كلها، ما تقصروا جزاكم الله الف خير ان شاء الله. تسلم تسلم يا ابو محمد، بارك الله فيك اخوي، احسنت احسنت جزاك الله خير. مرحبا، مكالمه ثانيه. مرحبا مرحبا مرحبا، السلام عليكم. عليك السلام يا مرحبا بك، هلا وغلا، مساك الله بالخير يا سالم. الله يمسيك بالخير والنور والمسره. خليفه الغريبي معك. خليفه الغريبي، والنعم يا خليفه، ايش حالك؟ حياك الله يا مرحبا بك. يا مرحبا يا الغريبي، حبيت احييك واهنيك بهذا الاشخاص الاختيار اللي وفقت فيه الله في هذا الاسبوع والاسبوع الماضي، هذه لك ان شاء الله كل التوفيق. الله يطول عمرك، الله يطول. من رشحت يا خليفه؟ والله هم طال عمرك بدليهم ونعم عليهم بالنعم، ما خير واحد احسن من الثاني، كلهم في ميزان واحد، اتمنى ان شاء الله التوفيق. بارك الله فيك يا خليفه، تسلم تسلم، جزاك الله خير. جزاك الله خير، حياك الله. اخيره يا عابدين، مرحبا مرحبا يا هلا، فالك الناموس. مرحبا، السلام عليكم. عليك السلام اخوي، هلا بك، كيف الحال؟ بخير، يسرك الحال، يعطيك العافيه والصحه يا رب. ابو حميد شو الاخبار؟ بخير الله يطول عمرك يا رب. من معي؟ عندك عمر المشايخي. عمر المشايخي، والله والنعم يا عمر، ايش حالك؟ بك نعم ان شاء الله الحمد لله. يا مرحبا يا عمر، يا هلا بك. يحيي بيض الله وجه الشباب البادي والنجيدي. الله يعطيك، سمعتهم سمعتهم يا عمر؟ بيض الله ويهم، ما فيهم قصور، بيض الله ويهم. انزين انت وش صوتك وين يروح؟ شرقي؟ اكيد بلا شك النجيدي طبعا. عندي ابيات دقائق بس، دقيقه باخذ منكم. ما يكون طويلات يا عمر، لانه ما طويله ما بطويله، هذه قديمه من ايام الصغر، حافظن هي للشاعر احمد بن سالم الحربي. وش قال بيها؟ قال يا كوس هبي من جنوب ذليلي، وسكي قلوب الميت عام سنيني. يا سلام، قلوب مشتاقه لشوف الزيني، شوف الثريا ورموش العيني. الله الله يا ابو حميد، ثور في التبيني، وصفع ذراي عني والرسميني، باس ومنفسي كان باتفديني. يا سلام، الاول اخوه عنب وتيني، والثاني تفاح في سفيني، والثالثه واحد كمال تعشيني، والرابع شوبيني، والاخره قالوا ما تعبر مسكيني. يا سلام، تسلم ان شاء الله. بارك الله فيك يا عمر، يعطيك العافيه اخويا. الواضح انها من الابيات القديمه، ما شاء الله عليك، سلمت وغنمت وبارك الله فيك. أخذنا الحين مكالمات، الحين عابدين بنعطيهم قبل الأصوات، وعطنا الاتصال اللي بعده طال عمرك، بنعطيهم الحين الاختبار الرابع هذا، لا ولا الخامس، الرابع هذا، الرابع. أنتوا جاهزين؟ الاختبار هذا مستمعينا المرحلة الرابعة، اللي هو لحن ارتجالي يمرون فيه الشباب، يعني بعطيهم الآن أبيات، خمس أبيات جت من لجنة التحكيم للشاعر سعيد المشرفي. الأبيات هذه بنسلمهم الآن على الهواء، وإحنا بناخذ من بعدها اتصال، وفي خلال الاتصال هذا كل واحد منهم يكون حضر لحن لهذه الكلمات، نشوف سرعتهم في ارتجال اللحن. الكلام يقول: إن مر بك دربك ومريت، عرج علي ربع ساعة، في خاطري كنيت لك بيت، ودي تشرفني بسماعة، قلبي مكانك رحت أو جيت، والغير ما يلقى وساعة، لو كان صدري به توابيت، وحداث وجداث ومجاعة، انت السبب من يوم صديت، ما عاد في جسمي مناعة. يعطيكم العافية وتسلم اخوي الشاعر الرائع الجميل سعيد بن عبد الله المشرفي من لجنة الحكم على هذه الأبيات الرائعة اللي راح نسمع فيها ألحان ونشوف الآن. خلاص الآن انهمكوا عني، عطني شوق. مرحبا مرحبتين، حياك شوق، ايش حالك؟
الحال الحمد لله بخير. عاد شوق أنا تعرفين أنا بغيتك تكوني من المنافسين على الناموس هذا حقيقة يعني. انت شليله رائعه. والله كان الوقت مو مناسب ولا كنا بنشارك. اي والله يعني انت شليله رائعه وكنت راح تحصلين على اصوات والناس عجبوا في ظهورك في ميدان القصيد زمان. على كل حال يعطيك العافيه. الله يطول عمرك يا شوق. وش حالك زهره عمان انت سموك؟ الحمد لله طيبه. وش حال فتاه عمان الشاعره؟ والله زين الحمد لله. الله يعطيكم العافيه. زين الحين تراه عندهم عندهم اختبار ثاني، قاعدين الشباب يجهزون لحن ارتقالي، وفي هذا الوقت انت بتسمعين شلة ان شاء الله. حاضرين. بسم الله. ها الشوق يشعل فض ما يرنا والوقت ما يبقى على مسيرة، خذهم ولا خذني ولا خلاني أنسى هواهم مثل ما نسيوني، أنسى هواهم مثل ما نسيوني، رحت وروح خاطري مجحوني عني بعيد وصرته في عيوني، والناس ما تدري على ما يالي، كني طعين بمرهفا مسنوني، كني طعين بمرهفا مسنوني. يا سلام يا سلام عليك، يا سلام عليك يا شوق. انت دائما هكذا يعني صوتك يعني في مجال الشلة رائع جدا، وقلتي زمانة بعتزل وزعلنا عليك بصراحة. عدلتي عن هذا الرأي ولا بعدك؟ والله بعدنا عن الرأي. لا عدنا ولا نردكم. قولي أهم شيء إنك تخلصين دراستك في المجال النهائي هذا انزين، وبعدها ان شاء الله تعالى لكل حادث حديث بنقنعك باي طريقه ماشي بس. ان شاء الله. شكرا لك شوق ويعطيك الف عافيه، وشاكرين تواصلك ان شاء الله معنا، وان شاء الله نتمنى كذا في يوم اخر مره ثانيه تشاركينا بشله اخرى. تسلمين وسلامي لفتاه عمان ولوالدتك. شكرا جزيلا. ان شاء الله. حاضر. هذا البرنامج برعايه مضياف للتمور، فخر الضيافه العمانيه. وتبغي لضيفك شي راقي مضيافي بفخر الضيافة، انتاجهم حلو المذاقي بشكال وانواع ونظافة. مضياف أكبر صالة عرض للتمور والحلوى العمانية مع ألذ أنواع الشوكولاتة البلجيكية والقهوة والمكسرات بتشكيلات رائعة تفتخرون بها في ضيافتكم. موقعهم مسقط مرتفعات غلا غرب إشارات المستشفى السلطاني بجانب عمانتل والبيتزا هوت، هاتف 97354444. زوروهم على موقعهم في التواصل الاجتماعي انستغرام والفيسبوك وتويتر مضياف 2 MEDYAF2. مضياف فخر الضيافة العمانية. حيكم حي بنباكم على الهوى حنا معاكم، فلكم ناموسي يلي تطربونا في لقاكم. هم نجوم الشلة في الميدان، بصواتي تطرب خافق الوجدان. يا مرحبا بنجوم من الشبان، تحية لهم وقدروا شان. شلاتي والحان وقصايد وسلوبها اللي نقتدي به في
البادية طبوع وعوايد موروثنا وحنا عتنيبة إذن مستمعينا الحين خلاص يتوقف تصويت لسلطان وصارخ خلاص انتهى التصويت لهم إن شاء الله نهاية هذه الحلقة راح نعلن نتيجتهم بعون الله ونتمنى التوفيق للجميع الحين بس نستخرج النسبة وراح إن شاء الله تعالى نبشركم من هو أخذ التأهل ومن هو غادر وبقى في القلب موجود الحين راح نسمع الألحان الارتجالية محمد مدري بك جاهز نعم يلا بسم الله عطيناهم الكلام أمامكم وهم في خلال محادثتنا مع شوق قعدوا منهمكين كل واحد يظهر له لحن ونسمع الحين محمد وش قال يقول المشرفي إن مر بك دربك ومريت عرج عليه ربع ساعة إن مر بك دربك ومريت عرج عليه ربع ساعة في خطري كنت لك بيت ودي تشرفني بسماع قلبي مكانك رحت وجيت والغير ما يلقى وساعة لو كان صدري بات وعبيت وحداث واجداث ومجاعة انت السبب من يوم صدت ما عد في جسمي مناعة ان مر بك دربك ومريت عرج عليه ربع ساعة يا سلام عليك يا محمد بارك الله فيك هذا لحنك نعم. واسمعوه الآن لجنة الحكم وقاعدين يدونون إن شاء الله عليك والحين بنسمع لحن عبد الله نجيدي وش يقول عبد الله كلمات طيبة صراحة للشاعر الصعيد المشرفي نعم إن مر بك دربك ومريت عرق علي ربع ساعة في خاطري كمية الكبيت يا سلام زين عين مر بك دا ما عاد في جسمك مناعة ما أدري أنت ولا سعيد المشرفي هذا المشرفي يعطيك العافية يا عبد الله جميل جدا رائع زين الحين المرحلة الرابعة عديتوها اللي هي
اللحن الارتجالي طبعا بقى عندكم شلة من الشلات القديمة للشياب، وأيضا كذلك بقى عندكم الردحة المشتركة اللي راح تقدمونها، صحيح؟ انزين رضيت عن لحنك يا محمد اللي قلته؟ الحمد لله. نعم رضيت عنه؟ راضين. جميل. وانت يا عبد الله رضيت عن لحنك؟ قلته من خاطرك ولا علشان تمشي الوقت؟ عبد الله محمد قول. لا والله من الخاطر. وخاطرك ها؟ هذا أهم شيء. هو شوفوا يا جماعة، الشلة ذي لازم نعيش كلامها قبل. أكيد. ها؟ نحس إحساس شاعر وش يبغي يقول في قصيدته، من ثم اللحن بروحه بيتنومس في راسك. أكيد. ولا ما كذا عندكم يصير؟ ما شاء الله عليكم. إنزين. بنقرأ بعض هالرسائل. رسائل ما شاء الله كثيرة وايد، اعذروني يا جماعة الخير لو ما قدرت أقرأ كلها. مساء الخير، برنامج أكثر من رائع، وتشكر سالم البدوي، فالك الناموس، عبد الله نجيدي، مازن السعيدي، مساكم الله بالخير، منورين بإذن الله. تحية فالك الناموس يا عبد الله من أبو مترف السعدي، أبو عيسى السعدي، برنامج رائع، فالك البيرق، أبو غزلان نجيدي، بدات البريمي، يحيون محمد البادي وفالك الناموس. ونعم. فالك الناموس عبد الله نجيدي من عماد السعدي، واتمنى التوفيق للمتسابق محمد، هذا يتمنى لك التوفيق، صح لسانك ناموس الشرقية كلها والصحراء، أخوك صلاح المخيني. هذا ما شاء الله صلاح اليوم أموره ما هنا تصوتوا لي الربع، صوتوا له هناك على 200 على 90-0-9-0-2-9-0 هناك صوتوا له. ايه وصوتوا لمحمد البادي، اللي حاب يصوت لمحمد البادي ترى رقمه 3 حطوه في رسالة نصية وارسلوه على 90290، واللي حاب يصوت لعبد الله نجيدي يحط رقم 4 في رسالة نصية ويرسله على 90290، هكذا صوتوا لهم. ها زين، مساكم الله بالخير فالكم ناموس، ابو غزلان من مترف السعدي. ايوه زين. مساكم الله بالخير، على فكره البرنامج الاكثر من رائع، وسلامي لعبد الله نجيدي واقول له حن وياك ابو غزلان وفالك الناموس باذن الله. تحياتي سعيد عامر نجيدي. نعم اتمنى لكم التوفيق العرافي ونجيدي، والى الامام اخوكم انقطع اللي هو اخره 6686. هذه عرفكم باثنينكم، روح الله وكيلك يا ابو غزلان وفالك الناموس محمد علي نجيدي. ابو حميد ليش ما قريت رسائلي؟ ارشح بقوه عبد الله النجيدي. سمعك ابو معك ابو سالم الفلاحي، اسمح لي يا ابو سالم، ترى والله الرسائل فوق ما ادري الالوف يعني كم بحصي. مساء الشله والابداع، سلامي الحار للمبدعين، صوتي للاثنين بصراحه، ابدعت كلمات ولحن خليفه الصايغ، تسلم يا خليفة. ها سعود أبو ذياب يرشح من مدريبة، المتألق دائما عبد الله حمد نجيدي وفالك الناموس سرحان بن نفنوف. نعم السعدي أبو ذياب، مساء الخير للجميع، البرنامج ناجح وفالكم الناموس يا محمد العرافي وأهل الظاهرة كلهم معك، سلطان المعمري، صح لسانك محمد العرافي وفالك الناموس من عمتكم عبد الله. المتألق دائما عبد الله بن حمد نجيدي وفالك الناموس سرحان بن محمد نفنوف مرة ثانية. السلام عليكم، تصويتي لعبد الله نجيدي، تحيات أبو شجون وهيبي، كلنا معك نجيدي وفالك الناموس. زهران بن راشد بن السعدي. نعم انزين، وأهل الخبة والزمرد كلهم معك. سعيد عديم، عبود أنجيدي، مطرب خبة الزمرد. مساء الخير الجميع، نتمنى التوفيق للصارخ الصارخي وأبو بندر أو أبو بدر الصارخي أبو بندر، أسعد الله مساكم، مشكورين على البرنامج الطيب، بيض الله وجيهكم جميع. انزين مساء الخير الجميع، نتمنى التوفيق للمتسابقين الاثنين، حقيقة صوتهم رائع الاثنين، مساء نعمة من الرب، مسائك حلو على القلب، يحفظك الله بكل درب، هذا دعائي من القلب في برنامج فالك الناموس، الله يوفقك يا ابو مترف، وهذا اهداء من عمتك ام جاسم.
موفق بومترف العرافي ونحن وياك بمنصور العرافي. تحياتي للشاعر عبد الله نجيدي بيض الله وجهك وفالك الناموس أبو أحمد السعدي. تحياتي لك سالم وللشعراء والمخرج المتميز عابدين البلوشي ولجميع المستمعين. ما شاء الله على شوق صوتها جميل، مجال الشعر ما نوافق عليها أنها تعتزل، وإلى الأمام هيثم المسعودي. تسلم يا هيثم وناظم صوتي لصوتك. إذن بارك الله فيكم جميع، وقريت الرسائل تقريبا، والله يعني اعذروني إذا طاف منها شيء لأنه وايد وايد والوقت يدرك، وأكيد صارخ وسلطان على نار. على فكرة وصلتني النتيجة، النتيجة خلاص انحسمت بالنسبة للاثنين معي موجودة، وراح إن شاء الله تعالى نعلنها نهاية الحلقة هذه. ونتمنى بس فقط من الكل أن يستلم دائما وأبدا النتيجة برحابة صدر. كلنا نعرف أنه فيها واحد متأهل وفيها واحد مغادر، خلنا نكون كذا حبايب، نكون كذا أخوة، نبغي نطلع نرتقي بفنون البادية وبالشلة كذلك، هذا هو الأهم في برنامجنا. أما بالنسبة للناموس والجائزة هذه أشياء ثانوية تروح وتجي بعون الله. زين، الحين المرحلة الخامسة عندكم شلات عادية، شلات من النوع القديم. حد منكم وش جبت يا محمد؟ والله محضر شلة كذي قصيرة من النوع القديم. اي نعم. لأبو علي ما شيء؟ لا ما تجي أبو علي، خافونها هذا قريب منه ما شيء. بس زين نسمع محمد شلة قديمة. يقول يا الفن نوخ لي أركابك، دام المثاي العاطفية، ما دامني يحسب حسابك، بمشي معك صبح ومسية. يا سلام يا سلام. يا الفن نوخ لي أركابك، دام المثاي العاطفية، يا الفن نوخ لي أركابك، دام المثاي العاطفية، ما دامني أحسب حسابك، بمشي معك صبح ومسيا، بمشي معك صبح ومسيا، ما دام رب اليوم جابك، يا الله عسى الجاية هنية. هي الفن نوخ لي أركابك، دام المثاي العاطفية، ما دامني أحسب حسابك، ما دامني أحسب حسابك، بمشي معك صبح ومسيا. الله فيك يا محمد، يعطيك العافية أخويا. شلة قديمة، لون قديم، دائما وأبدا نحافظ على موروثنا بهذا المنوال. ما نتبع وننجر وراء الشلة الجديدة ونترك الموروث خلفنا، لأنه ما حد راح يترى يعني يتورثها غيركم أنتوا الشليلة فنون البادية نقصد. زين عبد الله نجيدي، ما أدري شلة قديمة قريبة، قلت لي قريبة من لحن أبو علي. هذه على فكرة لحن أبو علي الله يرحمه، هذا من الموروث الآن أصبح يعني رتن خاص، كريزما كانت خاصة للمرحوم أبو علي، وما كثير من يجيدها والشاطر اللي يجيبها. زين نسمع عبد الله نجيدي. بكتب الأبيات بعد المثالي من صميم القلب، I'm
سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بارك الله فيك، بارك الله فيك. جميل ايضا انت فعلا انك قربت من شلة المرحوم ابو علي، قربت منها. بارك الله فيكم جميع، محمد البادي العرافي وعبد الله انجيدي المتسابقين اللي موجودين اليوم معاي في الحلقة الثانية يتنافسون على الناموس للتأهل الى المرحلة الثانية. اللي حاب يصوت لمحمد العرافي هو رقمه 3، يسجل رقم 3 ويرسله على 90 290 90 290. واللي حاب يصوت لعبد الله هنجيدي يحط رقم 4 في رسالة نصية ويرسله على 90 290 90 وفالهم الناموس. هذا البرنامج برعاية مضياف للتمور، فخر الضيافة العمانية. وتبغي لضيفك شي راقي مضيافي بفخر الضيافة، انتاجهم حلو المذاقي بشكال وانواع ونظافة. مضياف أكبر صالة عرض للتمور والحلوى العمانية مع ألذ أنواع الشوكولاتة البلجيكية والقهوة والمكسرات بتشكيلات رائعة تفتخرون بها في ضيافتكم. موقعهم مسقط مرتفعات غلا غرب إشارات المستشفى السلطاني بجانب عمان تل والبيتزا هات، هاتف 97354444. زوروهم على موقعهم في التواصل الاجتماعي انستغرام والفيسبوك وتويتر مضياف 2 MEDYAF2. مضياف، فخر الضيافة العمانية. عودة لكم مستمعينا، ونذكر بجوائز المسابقة المقدمة من مضياف للتمور. الجائزة الأولى 3000 ريال للنجم، والجائزة الثانية 1500 ريال، واللي يحصل على المركز الثالث يحصل على 500 ريال. وفالهم التوفيق جميعا في المسابقة الأولى في فالك الناموس، مسابقة نجم الشلة. نعطي مجال لاتصال عبدين، نعطي مجال للمكالمات شوية. مرحبا، مرحبا، يا مرحبا، فالك الناموس. كيف الحال؟ بخير أخوي، الله يعطيك العافية. عساك طيب. نحمد الله ونشكره. معك هيثم الصارخي. هلا بك يا هيثم، مش حالك؟ مرحبا مرحبا، بخير ما شاء الله. الله يسلمك ويعافيك يا هيثم. معيش الشليلة في قلق ما شيء باس، ما شيء باس، هو ضروري القلق يا هيثم، ضروري هذا القلق. نتمنى التوفيق للشلية الفارق الصافي. والله هي كلهم نتمنى لهم التوفيق والناموس لهم جميعا، ولكن عاد هناك يحكم هذا التصويت ويحكم ما أدري. بنشوف نحن إيش اللي حصل الآن في الفرز في التصويت، فرز الأصوات، وربنا يوفقهم جميعا إن شاء الله يا هيثم. آمين آمين جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك أخويا، بارك الله فيك. وفعلا الناموس البادي ما قصر، يعطيهم العافية، يستاهل، يستاهل محمد ويستاهل عبد الله، كلهم يستاهلون. أنا هني محايد ما أقدر أروح أميل كفتي يم أحد، ترى ديروا بالكم. شكرا يا هيثم. واحد الواحد وصوته وشليلته ما شاء الله عليهم هم. الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه اخويا، شكرا يا هيثم، شكرا جزيلا، بارك الله فيك اخوي، يعطيك الف عافيه. هيثم الصارخي اخو الشليل صارخ الصارخي، يا مرحبا. مرحبا، حياك الله اخوي، هلا بك، قصر على المذياع، بارك الله فيك. بخير اخوي، الله يسلمك. بغيت اشارك البرنامج. انت مشارك اخوي، ترك انت مشارك، ما شارك وش يعني تقول بشارك؟ عندي واحد. لحظة، بتقول شلة يعني؟ لا، ما بشلات يا أخويا، ما بشلات، يعني بس احنا نسمع مشاركتك وقولك في الشباب المتواجدين معانا، لأنه ما عاد شيء وقت إن نقعد نسمع مشاركات ونفتح المجال، ما يصير يعني. مرحبا، مرحبا سالم، حياك يا سالم. الله حيك، يعطيك العافية أخويا. يعافيك إن شاء الله. بارك الله فيك يا هلابك، مسيبك انت ومتسابقين وياك. الله يمسيك بالخير والنور اخوي سالم. من وين يا سالم؟ من وين؟
والله من الشرقيه. من الشرقيه والنعم. ولايه الكامل الوافي. اه ما شاء الله. هواك شرقي. نعم. هواك شرقي. هواك شرقي. إيه نعم والله والله شرقي وكلهن يعني اليوم ورطني انت ابو حميد. ما شاء الله عليك. إيه نعم الكامل بلادي شرقيه بلادي وعايش في الفريمي 25 سنه. انت يا ريال وقعت في الوسط مصيبه. ومره ما شي بس الناموس الناموس للشباب ان شاء الله. حق صوته هنا صوته هنا يا سالم. صوت هنا وصوت هنا. هاي ما ادري بقى كلهم. نعم عليهم زود مره. تسلم اخوي بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. احسنت الله. احسنت حيث. احسنت يعطيك الف عافيه. شكرا. طيب نكتفي بهذا القدر يا عابدين. يقول مساء النعمه. لا هذه قريتها. تحياتي هذه قريتها. فالك الناموس عبد الله نجيدي من ابو حمود السليمي من غدير. سلام يا نجيدي. سلام روح يا عبد الله والقلب داعي لك. وفالك الناموس وكلنا معك بالتصويت لا توصي من ابو اصيل نجيدي. السلام عليكم. صوتي لعبد الله ما شاء الله عليه. خالد الشرياني مرستاق. فالك التوفيق ابو غزلان وصح لسانك. حمود خلفان السعدي. فالك الناموس يا ابو مترف واحنا معك ابو نهيان البادي. شكرا جزيلا لكم جميعا المصوتين. الحين تعرفوا ايش بنسوي الحين طال عمركم. بناخذ الردحة الأخيرة منكم علشان نسمع بعدين أراء لجنة التحكيم ايش بيقولون اليوم في المتسابقين. تحية للجنة التحكيم المتابعة الآن. معانا الباحث والقاص عبد الله بن حمد الوهيبي وكذلك الشاعر سعيد بن عبد الله المشرفي وكذلك الشليل سالم بن علي لوشاحي. كل الشكر والتقدير لكم يا اخواني. وانتم قاعدين الان انا متاكد باذلين مجهود لاجل انكم تنصفون هذول الشباب المتواجدين هنا بتقييمكم لهم ونتمنى لهم التوفيق بعون الله. بنسمع الان طبعا الشله من الاثنين اللي هي شلة الردحة المشتركة. نعم. بين الاثنين. هذا طبعا من النوع القديم ونحييه هنا في فالك الناموس. يلا بسم الله. يقول لك يا ذعذاع الينوبي جانك مسيرك شمال برسل معك مكتوبي وتبلغها في الحال. يا سلام. يا ذعذاع الينوبي جان مسيرك شمال. يا ذعذاع الينوبي جان مسيرك شمال. جمال برسل معك مكتوبي وتبلغ عف الحال. برسل معك مكتوبي وتبلغ عف الحال. ضعف الحال وتبلغ محبوبي لدايم من عالبال. وتبلغ محبوبي لدايم من عالبال. من علبة الغرة جمال عجوب ما ينوصف عن حال. غرة جمال عجوب ما ينوصف عن حال. صيف عن حال لا قنطر ورعبوب لا ريم ولا غزال. لا قنطر ورعبوب لا ريم ولا غزال. لا قنطر ورعبوب لا ريم ولا غزال.
لا غزايله وصينا مسلوب وقويرتك الهايله وصينا مسلوب وقويرتك الهايله كلها الغض صبر عبوبي بوحاي بنقطع الغض صبر عبوبي بوحاي بنقطع يا بن قتال من هالقلب مصيوب لا حول كيف احتال من هالقلب مصيوب لا حول كيف احتال ولكيف احتال هوهب هنا وطيوب سعيلي ومريح البال هوهب هنا وطيوب سعيلي ومريح البال مريح البال وما انا متوب ضايق وصبري طال وما انا متعوب ضايق بريطال دايم على مشغوب وعيت انظر شمال دايم على مشغوب وعينت انظر شمال تنظر شمال امتى يا شر صبي ويزورنا بوصال امتى يا شر صبي ويزورنا بوصال بوصال يا عذاد عالي نوبي جعنا مسيرك شمال يا عذاد عالي نوبي جعنا مسيرك شمال سؤال. يا السلام عليكم يا السلام عليكم بيض الله وجيهكم جميعا ويهك أبيض بارك الله فيكم جميل ردحة حلوة تناسق جميل أداء رائع بينكم الأثنين وهذا هو اللي نرتجيه ونبغي إن شاء الله تفاعلكم هذا يكون مستمر دائما في ميدان نجوم الشلة ديروا بالكم إن شاء الله وتحية للشباب في الميدان طيب هنا عندنا عاد خلاص لجنة الحكم وصلت وبنسمع الحين آراءهم فيكم بس ما أقرأ ما أقرأ هذه يقول السلام عليكم نشكركم على البرنامج الرائع الله يوفقكم وكلنا مع الأخ عبد الله الناموس مع تحيات أبو مشعل الجيدي السلام عليكم سالم نمسي على الشليلة ونقول فالك الناموس أبو غزلان نجيدي أخوك سعيد علي نجيدي وسعيد عمار المشايخي مساكم الله بالخير جميعا هذا البرنامج طيب يا سالم البدوي ونقول فالك الناموس يا أبو غزلان معك أبو حسن سعدي أبو حسين فالك الناموس يا أبو غزلان أبو يوسف نجيدي يدي أخوانكم سعيد لا هني موفق بمترف غير هذه الرسالة ما أدري أخوانكم سعيد علي نجيدي وأخوكم سعيد عام شيخي هذا رسالة وقبل السلام عليكم فالك الناموس والتوفيق لك يا من حميد المسعودي موفق بومترف محمد العرافي ونحن وياك بومنصور نعم فالك الناموس بومترف أنت أبدعت ونحن نصوت بومنصور العرافي أهلين نعم والله فمرة ثانية هني يقول أهلا وسهلا ما تعنت بهي ومراكيب
ما ادري بها شلون. المهم وكذا اسمح لي يعني ما عرفت اقراهم تركبا الابيات في بعضهم بعض. ولا ايضا صوتك ولا رقمه ولا اسمك، اخر رقمك 9739. شكرا جزيلا لك على الابيات، ولو ترتبت كذا يعني يكون بنقراها حاضرين وفالك الطيب. زين ابونا عندنا الحين عبد الله الوهيبي موجود من لجنه التحكيم، عبد الله الوهيبي الباحث والقاص في الموروث الشعبي، حياك الله يا اخوي عبد الله. مرحبا يا سالم. الله يحييك ويعطيك العافيه، وكل الشكر لكم يا عبد الله على المتابعه المستمره للحلقه وتقييمكم كذلك للشباب. تسلم تسلم. صراحة اليوم احنا اللي على اعصابنا من الاثنين، محمد البادي ما شاء الله، عبد الله النقيدي حقيقة. بارك الله فيك اخوي عبد الله، كلهم ألق على ألق. زين وش يقول عبد الله فيهم؟ والله حيرونا حقيقة، لكن انا ابدا على طول يعني مباشرة في تفضل. يعني عشان الوقت ما شيء باس ما يدركنا. تفضل. بالنسبة لمحمد البادي، محمد نعم، 3-4-3-4-2 كل مجموع الكلي 16، لأنه طبعا كل واحد له عنده يعني تفاوت في الصوت والبعض الأشياء اللي هي تميز شخص عن آخر، لكن كلهم حقيقة متقاربين. إنزين إذن الحين محمد العرافي نعم 16 علامة محمد البادي 3-4-3-4-2 والمجموع 16. انزين وش تقول فيه؟ والله اصواتهم حقيقه كلهم جميله جدا يعني نعم. لكن تبقى هناك بعض الميزات من صوت لاخر اللي يعني يمكن قد ما يدركها الشخص نفسه الا المستمع او اللي يركز في هذه الاشياء من الفنون يعني. طبعا طبعا، ولكن كلهم حقيقه صراحه اليوم حيرونا يعني. انزين إذن محمد البادي العرافي حصل من عبد الله الوهيبي 16 علامة. نعم. إنزين إنزين طيب. عبد الله النجيدي. عبد الله النجيدي. حقيقة عبد الله النجيدي اليوم رجعني شوي إلى الخلف، استماع إلى صوت الشاعر المعروف اللي هو علي بن محسن الصوت اللي لما قدم اللحن الأخير يعني اللي هو قريبة من شلة أبو علي. علي نعم نعم، ويسمون العمانيين نشيد هذا نعم نشدان إيه، ويمكن تعرفوا الشاعر علي بن محسن الصوت إيه نعم إيه نعم نعم صدقت، فلحن كان جميل جدا حقيقة. زي. عموما ما طول عندك بالنسبة لعبد الله 5-5-5-4-4 والمجموع الكلي 23 درجة. 23 عبد الله الوهيبي، عبد الله النجيدي من عبد الله الوهيبي نعم تمام. 5-5-5-4-4-23 نعم. تقول شيء سلبيات فيهم ولا شيء؟ نعم. تقول شيء سلبيات ولا إيجابيات؟ تقول نصيحة؟ عندك نصيحة لأحدهم؟ يعني أنا بس أقول لك اختلاف في بعض يعني بالنسبة لعبد الله صوته جميل جدا، نفس طويل عنده نعم. محمد صوته جميل بس يعني شوية عنده يعني ما أعرف نزول في 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 الصوت مرات يعني في طبقة الصوت، ترى هو طبقته قرار يعني طبقته قرار هو أيوة، فذلك مرات يخون بعض الحاجات في الأداء نعم. يعطيك العافية. إذا حقيقة كلهم مذهلين اليوم حيرونا. الله يعطيك العافية. وتحياتي للجميع وتحياتي قبل لا أنسى للشليل اللي يعني أبغى راح يتأهل الجميل اللي هي شوق. شوق شوق نعم شوق الغافرية. شكرا يا سام. زهرة عمان. تسلم تسلم أخوي عبد الله الوهيبي رئيس مجلة برزة الخليج الثقافية القاص والباحث في الموروث الشعبي، شكرا جزيلا لك يا عبد الله. تسلم تسلم. بارك الله فيك. إذا نتحول إلى سالم لوشاحي. سالم لوشاحي مرحبا بك الغنامي. مرحبا الساعة والله. الشليل سالم لوشاحي من لجنة الحكم. زين يلا
وش يقول سالم؟ أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا. طال عمرك أول شيء بمحمد العرافي. نعم. حييك حالكم شباب، شخباركم؟ الحمد لله بخير وغنيم. محمد العرافي دخولك كان ممتاز في الشلة الأولى، هي اللي احنا مخلينها كسر الخوف. نعم. في الشلة الثانية أداك شوية كان متواضع. صحيح. نعم. يعني كان في كسر الخوف عندك ما شاء الله الأداء ممتاز. جزاك الله خير. في الشلة الثانية كان أداك شوية متواضع، أما في اللحن الارتجالي عجبني. اللحن كان مناسب لخامة صوتك. جزاك الله خير. ولنفسك. والأداء كان ما عليه كلام. في الردحة في النهاية أصواتكم بأمانة أنت والنجيدي كانت متوافقة ومتوافقة مع بعض. تسلم والله. محمد العرافي أنا أعطيك 23. 23. إذا محمد العرافي من سالم الغنامي أو سالم الشاحي. زين. أنا كنت بعطيه 25 و25 لكن في الشلة الثانية كان أداؤه متواضع. جزاك الله خير. حسمت عنه درجتين. زين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما قصرت. عبد الله النجيدي. نعم. بيض الله وجهك. وجهك أبيض. خامس صوت جميلة جدا جدا بأمانة. بس في اللحن الارتجالي انت نسبت اللحن لك وهو اللحن تراثي. لا اكيد هو لحن تقريبا الطارق الارتجالي يقصد. يا ليتك لو قلت اللحن تراثي ما كان ارتجال اللحن بالنسبة لك. نعم. اما اداك في الشلات الباقية 200 200. تسلم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك هالغنامي. انزين انا اعطيك 25 من 25. بأمانة صوت جميل جدا وما كان عندك أي مجال، ما تركت لنا أي مجال إن إحنا يعني ندون عليك أي ملاحظة. اللهم الملاحظة في اللحن الارتجالي وهذه ما تحسب، يمكن رهبة المكان أو رهبة يعني أبعدتنا عن تقولنا اللحن تراثي. جزاك الله خير. وبيض الله ويوكم جميل. ويك أبيض الغنية ويك أبيض. يعطيك العافية، يعطيك العافية. هلا. سامحني دقيقة من وقتك. تفضل. الشيخ عادل بن محمد بن عبيد المخمري. نعم. ينتظر الشليلة اللي تأهلوا والشليلة اللي ما تأهلوا بعد نهاية المسابقة في مزرعته ولهم تكريم خاص من عنده. بارك الله فيك وفيك. من اسمه؟ الشيخ عادل بن محمد بن عبيد المخمري من ولاية شناص. عادل بن محمد بن عبيد المخمري. والله والنعم مبيض الله ويها شيخ. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا سالم وشاحي، ويستحقون ويستاهلون. بارك الله فيك وفيه. سلمت فيك يا رب. سلمت سلمت يا سالم. طيب هو تواصلنا الآن مع سعيد المشرفي. سعيد المشرفي يتعذر هاتفك يا أخوي سعيد. أرجع على الرقم الأولي عابدين، أرجع على الرقم الأولي. انزين ها في حال ان نحصل على سعيد المشرفي ما اعرف وين يالس. نقرا نحن رسائل. موفق يا صوت اهل الشرقيه، كلنا معك صف واحد، اخيك ابو هتان. تحيه لي ابو غزلان عبد الله نجيدي من ابو مانع نجيدي، وشرقيه كلها معك. ها بالتوفيق ابو مترف، ما عليك زود وفالك الفوز ان شاء الله. ابو جاسم النعيمي. ونعم والله جاسم. اخي سالم اتمنى الاتصال، وهذا رقمي، اسمي حمد البلوشي. حاضرين يا اخوي حمد، حاضرين اخوي حمد، رقمك بندونه وراح نكلمك ان شاء الله. فالك الناموس ابو غزلان من ابو محمد الهاشمي. انزين. نعم ونعم فيه وفيكم. ما حصلنا سعيد المشرفي، كيف يا جماعة الخير؟ سعيد المشرفي ترى أنا ما أعرف أنت إيش مشكلتك. زين. We'll be right back.
الحين طبعا يتواصل مع اخينا سعيد شويه كنا غلطنا في الرقم. ما شي باس يا ابو عبود، ما شي باس يا ابو عبود. هلا ابو عبود. مرحبا. اقول لك استوى عكس في الارقام الاربعه الاخيره، فهمتني؟ الاثنين اللي في النص تخليناهم في الاطراف، سبحان الله جل من لا يسهو يا ابو عبود. مفتوح جهازي انا استغرب الحين. ما شيء بس. وبعدين الحلو على اساس تكون في الاخير اليوم ايضا علشان نغير الرتن شويه، نغير الرتن. ماشي مشاكل. حياك حياك يا ابو عبود. سعيد بن عبد الله المشرفي شاعر جميل جدا، شكرا ايضا على الكلمات اللي اخذوهن الشباب في اللحن الارتجالي، شكرا جزيلا لك. لما قصروا الشباب ومسي عليهم بالخير محمد العرافي وعبد الله النجيدي. الله يمسيك بالنور. وش حالك ابو مترف، عساك طيب؟ الحمد لله بخير يا مشرفي. عزات وبيض الله وجهك. وجهك ابيض، وجهك ابيض. انزين عبد الله النجيدي مساك الله بالخير. الله بالخير النور والسرور. ابدعت كذلك وجهك ابيض وما شاء الله عليكم جميعا. تسلم تسلم. وش يقول عاد فيهم سعيد؟ ترى خبرتكم عن النظام ان سعيد ما يقيم صوت انما يقيم كلمة فقط. نعم. طبعا بالنسبة لشلة محمد العرافي نبدأ. نعم. من كلمات ابو عواد. نعم. الوزن مضبوط ما عليه كلام، 5 من 5. نعم. القافية كذلك 5 من 5. نعم. عنده الحبك، الحبك اعطيته 3 من 5. نعم. الأسباب زيادة بعض الحروف مثل الحسي، مرهف الحسي، المرهفات الحسي، الياء زايدة. نعم. لكن استخدمها لضرورة الوزن. نعم. كذلك استخدام ياء في بعض القافية مثل كلمة ضاقي، الشاقي، الأحداقي. هذه مفروض تكون كسرة، لكن استخدم ياء لضرورة القافية إن شاء الله. زين. بالنسبة للتصوير الجمالي عنده 3 من 5، المعاني جميعها مستهلكة، ما في معنى جديد مبتكر. جميل. قوة القصيدة 3 من 5. رائع. توجد في الأبيات بعض الزحافات بحيث أن الحروف تدخل على بعضها البعض. نعم. كذلك استخدام قافية عجز فقط. أما قافية الصدر مفتوحة. افتحها في الصدر، صحيح. هذه اللي أضعفت قوة القصيدة. جميل جدا، جميل جدا يا أبو عبود. إنزين المجموع كم؟ المجموع 19 من 25. 19، بارك الله فيك يا أبو عبود. هذا بالنسبة لمحمد العرافي البادي، صحيح؟ البادي. نعم. إنزين يلا نأخذ الآن بالنسبة لعبد الله النجيدي. الوزن 5 من 5 مضبوط. جميل. والقافية كذلك 5 درجات. نعم. الحبك 5 درجات. نعم. بسبب أنهم ان التمكن من القافيه خصوصا حرف الضاد في خطير والعجز. نعم. فخمسة من خمسة ما شاء الله. نعم. بالنسبه للتصوير الجمالي 3 معاني مستهلكه ما فيها تجديد. رائع. بالنسبه لقوه القصيده 4 من 5، انقصت درجه. نعم. جاءت كلمه واحده بحرف الضاء. نعم. مش الضاد. الضاد ابو جابها بالضاد ابو سنه ابو الف. اي نعم. حلو حلو حلو. ابو سن. زين. أما باقي المفردات كانت بالضاد. نعم واضح. 4 من 5. كم مجموعة؟ المجموعة 22 من 25. 22، بارك الله فيك. زين. وهذا ولكم جزيل الشكر. الله يعطيك العافية يا أبو عبود، ما قصرت حقيقة. شكرا جزيلا لكم حقيقة على متابعتكم، وعلى كذلك أيضا الأداء الرائع منكم كلجنة حكم في المسابقة، وأنتم ما قصرتوا، رايتكم بيضة وبيض الله وجيهكم على ما تقدمونه. شكرا جزيلا لك. نتمنى التوفيق لكم ولهم الجميع إن شاء الله. بارك الله فيك أبو عبود، شكرا جزيلا. الشاعر الرائع جميل سعيد بن عبد الله المشرفي، حياك الله أخوي، بارك الله فيك. إنزين نحن في مرحلة حماس يا عابدين، في مرحلة حماس الآن. الحين إذا مستمعينا مثل ما سمعتوا أعطيكم الخلاصة للأثنين هذول المتواجدين معايا الآن هنا. محمد البادي العرافي حصل على 58 من لجنة التحكيم، الآن هذه 58 من 75، باقي 25 عاد عليكم أنتم، يعني 25% صوتوا قد ما تقدروا علشان توصلوا ل 25% ذي. بالنسبة لعبد الله النجيدي من لجنة الحكم حصل على 70 علامة وفقد 5 علامات،
باقل له 25 من من ايضا الجمهور والتصويت، ونقول ربنا يوفقهم جميعا وربنا يسهل عليهم، ونتمنى ان شاء الله الناموس لهم جميعا، يستاهلون الشليلة، وكذلك يعني بهذه الطريقة نحن نقدر نحافظ على موروثنا في سلطنتنا الحبيبة، ما يندثر هذا الموروث أبدا. زين، طبعا أكيد عابدين الناس ينتظرون يبغون نتيجة، طلع لنا شوي ونرجع أعصاب. وتبغي لضيفك شي يراقي مضيافي بفخر الضيافة، انتاجهم حلو المذاقي بشكال وانواع ونظافة. مضياف اكبر صالة عرض للتمور والحلوى العمانية مع ألذ انواع الشوكولاتة البلجيكية والقهوة والمكسرات بتشكيلات رائعة تفتخرون بها في ضيافتكم. موقعهم مسقط مرتفعات غلا غرب إشارات المستشفى السلطاني بجانب عمانتل والبيتزا هوت، هاتف 97354444. زوروهم على موقعهم في التواصل الاجتماعي انستغرام والفيسبوك وتويتر، مضياف 2 MEDYAF 2. مضياف، فخر الضيافة العمانية. عابدين، ونذكر أيضا بجوائز المسابقة، الفائز الأول راح يحصل على 3000 ريال، والفائز الثاني راح يحصل على 1500 ريال، أما الفائز الثالث يحصل على 500 ريال. وفالكم الناموس جميعا المتسابقين اللي وصلوا واللي قاعدين ينتظروا الآن في جروب فالك الناموس، ودوركم يا يبيعون الله، بتتنافسون ورايتكم بيضة ودربكم خضر وقلوبكم صافية من بعضكم بعض. طيب الحين طبعا طيب بالنسبة اللي خلاص بنعلن لا تخاف. وصلتنا القلوب تنبض بقوة بين سلطان وصارخ. بالنسبة يا جماعة إلى التصويت، طبعا عرفنا أن سلطان حصل على 64 من لجنة الحكم، وصارخ حصل على 57 من لجنة الحكم. طيب هذولا من 75%، نقصهم 25 من الجمهور. كيف تطلع الـ 25؟ بس عشان تكون المسألة واضحة للجميع، عن بعدين باكر حيقول لا وأنا جبت أصوات أكثر وما فزت. يمكن أنت تجيب أصوات أكثر بس ما تفوز، لأنه لجنة الحكم أعطت أكثر، فالجمهور فقط حق 25%. 25 تنحسب شلون؟ يعني الآن لو على سبيل المثال أنت حصلت على 600 صوت، على سبيل المثال 600 صوت، 600 هذولا اضربهم في 2.5 وقسمهم على 100، بتعطيك النسبة المئوية ل 25. يعني علشان توصل ال 25 علامة كاملة تصك 1000 صوت لازم. هذا هو الحكي. الحين بالنسبة لصارخ وسلطان، سلطان حصل على 444 صوت، 444 صوت. الأربعمية وأربعة وأربعين ضربناهم في 2.5 قسمناهم على 100 طلعوا 11.1 من 25. هذا تصويتك أخوي سلطان، 11.1 من 25. أضفنا الـ11 هذولا مع الـ64 طلع رصيدك الكامل 75.1.
75.1 هذه علامتك الكاملة يا سلطان العسائي. صارخ الصارخي كان 57 حصل 610 أصوات. ال 610 أصوات هذولا قسمناهم على 2.5 كالعادة، ضربناهم على في 2.5 وقسمناهم على 100 طلعوا 15.25 جمعناهم مع 57 صار صارخ 72.25. إذن ألف مبروك لسلطان العسائي وفالك الناموس، أنت أول متأهل معانا في فالك الناموس إلى المرحلة الثانية. إذن ملتقاك بإذن الله تعالى مع واحد من اللي يتأهلون الستة، كذلك راح تتلاقون مرة ثانية الستة المتأهلين في ثلاث حلقات أخرى، ويبقوا مرة ثانية الثلاثة اللي ما يفلت عنهم شيء. يعني جميل جدا جميل جدا، استاهل سلطان العسائي ويستاهل كذلك صارخ الصارخي، كانوا جميلين جدا، أدوا حلقة حلوة وهذا هو الأهم، ومحافظتهم على موروث البلد في موروث البادية في عمان. شكرا جزيلا لك صارخ الصارخي على مشاركتك معنا، وألف مبروك لك أخوي سلطان العسائي على التأهل. الحين اللي يبي يصوت اللي محمد البادي، جاهز محمد لاستقبال أصواتكم الآن، هو رقمه 3، ارسلوا رقم 3 على 90 290 90 290. وبالنسبة لعبد الله هنجيدي ارسلوا رقمه 4، ارسلوا على 90 290 90 وفالهم التوفيق، وراح نعلن عن فائز واحد منكم الحلقة الجاية. شكرا جزيلا لكم. شكرا جميع الرسائل اللي وصلت من الأخوة. نعم. جزاكم الله خير، ومشكرة أيضا للمخرج. أوكي. بارك الله فيك يا عبد الله. أشكر كل اللي وقف معانا في الرسائل وكونا دخلنا في المسابقة. بارك الله فيك. نعتبر كنا فايزين. رايتك بيضة. رايتك بيضة. يعجبني هذا. يعجبني. كل التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك محمد. جزاكم الله خير. الراعي الرسمي طبعا مضياف للتمور والحلوى العمانية. شكرا لكم لتقديم الجوائز، والشكر موصول لمؤسسة زوم للإنتاج الفني تصوير شلة للنجم، وأيضا استوديو نوتا كامل البلوشي على تسجيل ألبوم أيضا كذلك. وكذلك الشكر لأمواج الباطنة أبو خالد السيابي لطبعه وتوزيعه في الخليج كامل. وكذلك الشكر موصول للفنان خالد الفيصلي على تقديم الدروع، وأول درع راح إلى صارخ الصارخي. وكذلك للجنة التحكيم لها دروع من خالد الفيصلي. والشكر أيضا لجريدة الشبيبة على الرعاية الإعلامية المستمرة المتابعة لمسابقتنا، وكذلك مجلة البرزة الصادرة من الشبيبة اللي راح بإذن الله تعالى تتابعنا كل 4. والشكر للزميل جمعة المخمري على تسجيل الحلقة في اليوتيوب، وكذلك الزميل أسعد الرئيسي على تسجيل الإعلانات والفواصل. شكرا لكم مستمعين الكرام على المتابعة، وشكرا لك زميلي الرائع اللي اليوم أبدعتنا حقيقة عابدين البلوشي، تحية طيبة. وتبغي لضيفك شي راقي مضيافي بفخر الضيافة، انتاجهم حلو المذاقي بشكال وانواع ونظافة. مضياف أكبر صالة عرض للتمور والحلوى العمانية مع ألذ أنواع الشوكولاتة البلجيكية والقهوة والمكسرات بتشكيلات رائعة تفتخرون بها في ضيافتكم. موقعهم مسقط مرتفعات غلا غرب إشارات المستشفى السلطاني بجانب عمان تلو والبيتزا هوت. هاتف 97354444. زوروهم على موقعهم في التواصل الاجتماعي إنستغرام والفيسبوك وتويتر. مضياف 2 MEDYAF2 مضياف، فخر الضيافة العمانية.